مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في لقاء خاص آخر، وخصوصية اللقاء تتعلق بأنه يأتي قبيل أيام أو ساعات من افتتاح قناة السويس الجديدة. هذا الإنجاز المصري الخارق كما وصفته فاينانشال تايمز، هذا الإنجاز الذي يثبت أن المصري حينما يقرر وتتاح له الظروف، سواء في ظل إرادة سياسية أو توافر التمويل محليا بهذا الالتفاف الشعبي حول المشروع، أو بالأداء المنضبط في المواعيد وفي التسليمات، يمكنه أن يصنع ما لم يأتي به الأولون. أنا في هذا الإطار بأجري هذا اللقاء الخاص جدا مع الأستاذ ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، رئيس تحرير الأخبار، صديق والزميل العزيز. أهلا وسهلا بك أستاذ عم، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب ومصر كلها بخير، وألف مبروك علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين. أستاذ ياسر، أنا النهاردة مش بكلمك علشان انت رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ولكن بكلمك بكينونتك الصحفية، كونك عالم ببواطن الأمور، عندك اتصالاتك، عندك علاقاتك اللي انت كنت بيها طول الوقت متابع اللي بيجرى، سواء في الفترة بتاعت التفكير في البداية، وانت كنت طول الوقت تقول للناس، وكان في إحباطات بالمناسبة، يعني رغم انه كان الرئيس لسه جاي والوقت ما عداش، يا دوب ده كان رمضان وغيره، إلا انت كنت تقول لهم انه لا، في مفاجآت، في شغل كتير، بس حد يقدر يلاحق. احكي لي بقى القصة كده بالراحة، بس من أول طقطق. بالسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، أنا أتكلم كمواطن من أبناء الإسماعيلية. طول عمرنا عندنا حلم. إحنا مرتبطين جدا بمنطقة القناة، إسماعيلية والسويس وبورسعيد. حضرتك عارف في أيام العدوان عندما تغلق القناة تغلق بيوتنا، منازلنا، ونهجر. وعندما تعود القناة وتعود حركة الملاحة للقناة بتزدهر مدن القناة. الحقيقة مشروع ازدواء قناة السويس، يبقى قناة السويس في قناتين، القناة القديمة والقناة الجديدة، ده مش وليد النهاردة. هذا المشروع موجود من زمن، عمل المهندس مشهور أحمد مشهور ومهندس عزت عادل. أذكر أن واحد من أول الحوارات اللي عملتها كان مع المهندس محمد عزت عادل، وكان عنوانه ازدواج القناة. محمد عزت عادل كان رئيس هيئة قناة السويس في ذلك الزمن. تمام. وكان عنوانه ازدواج القناة مشروع المستقبل. هيئة قناة السويس إدارة منظمة فيها خبراء دوليين في الملاحة، عندهم خبراء في الاقتصاديات النقل البحري على أعلى مستوى. المشروع ده كان موجود، لكن ما كانش في وقتها جدوى اقتصادية، لأن كان عدد السفن العابرة وحركة الملاحة تتوافق مع القناة القديمة. ما كانش في تمويل، ما كانش في إرادة سياسية، وده الأهم. لم زيها احنا بنرجع لها بعدين. بالضبط كده. أنا سألت الفريق مهاب مميش من أيام عن الفكرة جات له إزاي. هو تولى يوم 12 أغسطس سنة 2012 منصبه، ويوم 18 أغسطس في سفينة شحطت في بورسعيد فتوقفت الملاحة تماما في قناة السويس. فقال لي يوميها فكرت، يعني كل المشروع ده وحركة التجارة الدولية في العالم عبر قناة السويس، وهي يعني الجانب الأكبر من حركة التجارة ونقل النفط والحاويات والسفن الصب بتمر عبر قناة السويس، تتوقف لمجرد أن سفينة واحدة شحطت. فقال ابتديت افكر واشوف الدراسات، واستدعى كل الدراسات اللي كانت موجوده، وكان منها مشروع ازدواج القناه. في عمل هو مع الخبراء اكتر من خيار، وابتدى يحدث الدراسات، وكان عنده زياره للمهندس ابراهيم محلب فاطلعه على المشروع، فقال له يعني طب ده هتيجي ازاي. فلما شرح المشروع قال له ده يبقى مشروع القرن. في نفس الليلة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلام ده في شهر بالأسابيع من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظن في شهر يوليو 2014، طرح عليه الفكرة. فهو من رد فعل الرئيس، أعتقد أن الرئيس مش ميال ليها، لما قال له ربنا يوفقكم وطب شدوا حيلكم. وبعدين فضل بيفكر طول الليل ونام، وفي الساعة 6 الصبح جاله تليفون في نفس الليلة من الرئيس السيسي، فقال له أنت نمت؟ قال له نمت شوية. قال له أنا ما نمتش خالص، بفكر في المشروع ده. الدراسات جاهزة عندك؟
قال له احنا بنحدثها في كذا، وقال له قدامك دي، قال له يعني 3 أسابيع وهتبقى جاهزة تحديث الرسوم الهندسية وتحديث الدراسات الجدوى الاقتصادية. واتقابل وعرض عليه وتم الاتفاق مبدئيا انه يبقى يوم 26 يوليو في ذكرى تأميم قناة السويس، ثم نتيجة عطلة عيد الفطر المبارك تقرر إرجاء الاحتفال ليوم 5 أغسطس. وزي ما احنا فاكرين ان الرئيس طلب سأل عن الميعاد فقالوا له 3 سنين تستغرق، فطلب انها تبقى في سنة. الحقيقة الطلب مش مجرد انها يعني امر، هو راجل فاهم ان مشروع بهذا الحجم لو تعددت الشركات العاملة فيه تشتغل بالتوازي ممكن انجازه في التوقيت ده، لانه لما فكر فيه سأل، مش الناس متصورة ان في حاجات فجأة كده تيجي في دماغنا نقول طب ما نعمل قناة جديدة، طب ما او طب ما يلا نخلص، طب السنة، طب لما نخلصها في 9 شهور، لما هي كان نخلصها في 6 شهور. يعني المسائل برضو انه بعرفين ان في دولة وفي خبراء وفي رئيس الجمهورية عنده رؤية، وفي نفس الوقت بيحسبها كويس جدا، بيسأل خبراء، ولما بيقول حاجة ما بتبقاش مذاكر كويس جدا، لانه كان على وهو يعني في الوقت اللي كان مجلس الاعلى للقوات المسلحه بيدير شؤون البلاد كان هو مدير المخابرات الحربيه وعنده كل المعلومات عن الاوضاع الحقيقيه للبلد، فعارف بالظبط لما بيتكلم احنا عايزين نختصر الطرق نعملها في كذا، عايزين نعمل كذا، مدرك ان بالامكان انك تعمل حاجه زي كده. وهو كراجل مقاتل عارف طبيعه ومعدن الانسان المصري، أظن أن دعوته، وده كان الطلب الثاني منه للمصريين، الطلب الأول الشعب المصري النزول خلال 48 ساعة لما كان وزير للدفاع لتفويضه شخصية وتفويض الجيش والشرطة في مواجهة العنف والإرهاب المحتمل، ونزلت عشرات الملايين بعد 48 ساعة يوم 26 يوليو 2013. نفس الإيمان اللي كان عنده بنزول الناس في النزول الكبير كان عنده هو بيدعو الناس لشراء شهادات استثمار وتمويل قناة السويس، فشوفنا 64 مليار جنيه في 8 أيام. هذا رقم خرافي. طبعا رقم خرافي. وده أول الأرقام. في اليوم. يعني أول الأرقام القياسية. ده بيقول حاجات كتير، يعني المصريين كانوا جايين فلوس تحت البلاط. فهو قدر يطلع الفلوس من تحتها، وده جزء من شعبية الرئيس وإيمان الناس بأنه فعلا يعني رجل نزيه، وانه لما بيعمل حاجه هو بيعملها علشان مصلحه البلد. صحيح. الفتره اللي فاتت بقى بمنتهى الوضوح والصراحه انت شفت الهجوم الفظيع على المشروع، كلام عن انه والله الدراسات مش معموله، ده جم يحفروا جاف طلعت لهم مياه جوفيه، ده المعدات غرقت، ده يوم الشائعه اياها كاموا 50 ماتوا في انهيار، الكلام اللي هو ما حصل انه طبعا وانتهى بالطشت. انا مش قادر استوعب، بس يعني هم الناس دي اللي هي بتستخدم الالفاظ دي وبتتعامل بيها، هم فاهمين انهم كده رجال دوله ويمكنهم ان يقودوا دوله؟ هو في يوم من الايام لا قدر الله هم بينوا نفسهم في سنه والشعب القاهم في مزبله التاريخ. انما عايز اقول لحضرتك دي العينه اللي كانت بتحكم، ده عينه فكرهم. والحقيقه انا ما بيشغلنيش، يعني حد يجي يقول لك ايه ده الرمال هتنزل وتسد القناه تاني، رمال ايه؟ دي متدبشه يمين وشمال، تدبيش اللي هي التاكسيات يمين وشمال زي القناه القديمه، يعني نقرب كده للناس على نهر النيل بنلاقي فيه دبش واسمنت وفي يعني معموله. وبعدين اللي بيتكلم على الطش الحقيقه ده ما يعني الواحد ما تردش عليه اصلا، ما تردش عليه. اللي بيتكلم هم بيثيروا اشاعات، احنا ما نلتفتش ليهم، القافله تسير وهم يعوم. انما عايزين نتكلم ان على القناه الجديده دي عباره عن ايه. القناه الجديده 72 كيلومتر من جنوب البحيرات المره لحد تفرقه البلاحه الغربيه، منها 37 كيلومتر ودي الاشق داخل البحيرات المره. البحيرات المره عريضه، نقول مثلا عمقها يعني بضعه امتار اتشق فيها وقت ما اتحفرت القناه الاولى من 1859 ل 1869 مجرى، يعني اتعمقت مجرى ويتحط شمندورتين تبين المجرى الملاحي في قلب البحيرات المره. اتعملت عمليه تكريك، تكريك يعني في حفر جرف
بتجرفها تاني بالزبط. وبتكسر التربة وبتعمق المجرى الملاحي وبتوسعه. المنطقة التانية هي حفر الجاف اللي هي الحفر في الأرض، 35 كيلومتر من الدفرسوار حتى البلاح. ال 35 كيلومتر يبقى فيه كده بين القناتين في مسافة 900 متر بطول 35 كيلومتر. ال 72 كيلومتر دول العمق 24 متر، وقلنا 75 كيلومتر بقى حجم المياه اللي فيها أكتر من قناة السويس القديمة أول ما اتحفرت، لأن كان العمق 8 أمتار بدل 24 متر. ولو حسبنا الحجم اللي بيعرف شوية في الرياضيات يضرب في 3 يبقى هنا قد القناة القديمة ده لو نفس العرض 3 مرات. لما نيجي نشوف بقى العرض، العرض من 360 ل 400 متر، عرض القناة القديمة كان 80 متر، فاضرب انت كمان الأرقام، فانت بنتكلم هنا في حوالي 7-8 مرات حجم المياه، يعني حجم الحفر 7-8 مرات قد حفر قناة السويس. يعني بينهم من بحرين البحر الأحمر والبحر الأبيض، ما احناش قلقانين. نقول لما يتشال 510 مليون متر مكعب، يعني اكتر من نص مليار متر مكعب من الرمله، دول حجمهم ايه عشان نعرف العمل اللي احنا عملناه بايدينا كمصريين في اقل من عام. حجم الرمال اللي ازيلت تعادل حجم 109، كانك شلت من رمال القناه، الرمال المشبعه بالمياه والرمال الجافه، حجم 199 من هرم، من حجم هرم خوفو، او ما يعادل 13 مرة حجم الرمال والأعمال في السد العالي ده في سنة واحدة. عدد اللي حفروا القناة 35,000 معهم 45 كراكة مقابل 1.5 مليون في حفر القناة في أول مرة. مليون ونص من 4.5 مليون ده مهم اللي هو 1.5 مليون، وده يقول للناس عشان كده، وده يرجعك للجملة اللي انت قلتها لما الرئيس قال في سنة قرر انه بدل مثلا ما تيجي 15 كراكة تشتغل اشتغل 45 كرة، فيبقى ضارب في 3 نفس الوضع، لانه لم تكن هناك معدات ايام الحفر من 1859 ل 1869 الوسيله الوحيده للحفر كانت بشر، فكانوا باحتياج ل 1.5 مليون يحفر وقت ما كانت اعداد مصر 4 مليون. وما كانش في دافع للحفر، كان الصخره الكرابيج، انما هنا الدافع في دافع وطني، عندك انت بتعمل شيء لبلدك، عشان كده مات 120 الف مصري في حفر قناه السويس من 1859 ل 1869 نتيجة الصخرة والمعاملة السيئة والأوبئة. احنا الحمد لله في الحفر مفيش الحمد لله أي ضحايا. عايزين نقول ان بعض الأماكن على فكرة القناة الجديدة أوسع من القناة القديمة رغم الأعمال التطوير الهائلة اللي تمت عليها. هي طبعا المجرى الملاحي واحد اللي اتحط الشمندرات اللي هي اللي تشبه الفنار اللي الناس بتشوفها يمين وشمال، مجرى الملاحي واحد هنا وهنا، انما على اليمين وعلى الشمال احنا قلنا دي من 360 ل 400، هنا من 260 ل 340 القناه القديمه. بنتكلم على الغطس واحد، لكن القناه الجديده في بعض المناطق 26 متر و27 متر. احنا اللي عملنا دي واحنا اللي عملنا دي، دي عملناها بالدم في حفرها وفي الدفاع عنها وفي عبورها، والتاني عملناها بالعرق. حصل. انا عاجبني التشبيه قوي بجد والله، حلو ده. ده هياخدني ان انط بدري، لانه هو دي العناوين اللي هتتحط في اصدارات اخبار اليوم، دار اخبار اليوم قبل الخميس ولا يوم الخميس. والله ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكمل على خير ونشوف بعينينا. يعني عدد محدود جدا اللي زار القناه الجديده او تحيط له الفرصه. انا الحمد لله اسعدني الحظ ان اشوفها من الجو، وكان ليا شرف ان اكون على نفس الطياره الهليكوبتر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتاني مره في جوله بحريه، وكان ليا الشرف ان اكون مع زملائي في اخبار اليوم. في بين القناتين في 4 قنوات عرضيه بتربط القناتين زي اليوتيرن كده، كانك تيجي من هنا. عايز اقول لحضرتك الجزيره اللي في النص والميه ده مكان خط برج الفلانين، جزء كبير في القطاع الاوسط من القناه اللي كان فيه النقط الحصينه، هدينا الخط وازلناه بقى مكانه قناه. عايز اقول لحضرتك برضو ان يوم 6 اغسطس واحنا بنحتفل بشيء جديد وخير جديد للبشريه، ده في مرور 70 سنه على القاء اول قنبله ذريه
اسقطت على هيروشيما، الامريكان هم اللي اسقطوها، ومات نتيجه هذه القنبله اكثر من ربع مليون انسان. فاحنا برضو في هذا اليوم، يمكن دي جت بالصدفه يعني، انما في نفس اليوم 70 سنه الرمزيه بتاعتها ده، سبحان الله الاقدار. طيب انا يعني خلينا بس نرجع شويه، انت ابتديت معايا من وقت ما الفريق مهاب مميش قدم الفكره للرئيس السيسي، بس انت كمان كنت عايش كل ما قيل وتردد ايام الحكم المقبور، حكم الاخوان، ما كان في حوار وحديث عن محور قناه السويس، والكلام عن شق قناه كامله كبيره من العريش لحد طابه، وكلام انا ما اعرفش هل هو، وانت كمان عندك ميزه انك لسنوات طويله كنت مراسلا عسكريا، فتستطيع ان تدلي بدلوك في هذا الامر من ناحيه الامن القومي والامكانيه والفعاليه فعلا. طب لو قلنا قناه من العريش لطابه، ودي مسافه كبيره جدا، نقول ان هم ده جزء من عايز اقول التفريط في ارض مصر للغير. اذكر حضرتك احنا كان في لقاء عدد من اسر تحرير الاخبار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حوار منشور في الاخبار ان محمد مرسي عرض عليهم 1600 كيلو متر مربع من رفح الى العريش لغزة قطاع غزة، امتداد لقطاع غزة. عندهمش اي مسألة تفريط في اي شيء وطني لحساب الجماعة. الحقيقة اللي رفض الرئيس محمود عباس قال احنا مش عايزين ولا حبة رمل من ارض مصر، احنا ناخد ارضنا، مش عايزين حبة رمل من ارض مصر. قال له انتوا في كام في غزة؟ قال له احنا 1.5 مليون. قال له ده احنا نقعدكم في شبرا ونجيب لكم اكل سخن وبتاع. يعني ده التفكير الاستراتيجي. اذكر حضرتك بنوعية العقلية اللي كانت موجودة انها تزيع على الهواء مباشرة. أيوه. اجتماع المفروض انه سري ويتناول مسألة في الامن القومي المصري اللي هي سد النهضة، ونسمع حضرتك متذكر والمشاهدين متذكرين الفضيحة اللي كانت موجودة. وانا زرت اثيوبيا مرتين، كان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناس العادية، انتوا عايزين تموتونا، الناس العادية. واثيوبيا دي عدد سكانها بالمناسبة اكبر من مصر، مش 2-3 مليون، ده 94 مليون انسان. نعم. دولة ذات حضارة بدون جدال. التعامل بالشكل ده يعني مش اساء لعلاقات سياسية بين دول. تخيل حضرتك ان حد، انت بتتفرج على برنامج تلفزيوني، حد بيتكلم ازاي ان هو يضرب شعب مصر، هيبقى مشاعرك ايه؟ فاخدت اصلاحات عديدة انك تحاول تطمئن الشعب الاثيوبي لنوايا الحقيقيه للمصريين، مش نوايا الجماعه الارهابيه اللي كانت بتحكم. فالحقيقه الافكار بتاعتهم، اولا محور قناه السويس نتذكر كويس قوي، ما كانش مطروح ازدواج القناه نفسها، ما كانش على بالهم، كان بيتكلم ان مصر ازاي بيدي قطر، ازاي بيفرط في حلايب وشلاتين مثلث حلايب، ازاي بيتكلم على المنطقه 500 كيلومتر ما بين رفح والعريش. ونتذكر موقف المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وطلبوا لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسي، وقعد ينفي وخرج. ولما اتكلم بعد اجتماع المجلس الاعلى، اعتقد ده كان في ابريل، وخرج الفريق اول عبد الفتاح السيسي وقتها وزير الدفاع كان بيتكلم عشان يقول ان ازاي قاده الجيش عرضوا تخوفاتهم وعرضوا موقفهم من المسائل بتتعلق بالامن القومي المصري في حلايب وفي سيناء وفي منطقه قناه السويس. كان واضح جدا ان الحقيقه هم مساله الوطنيه عندهم، فكره الوطنيه غائبه تماما. فكره مصر بالنسبه لهم، تصدق مفيش حاجه اسمها مصر. لازم عندهم. عايز دايما افتكر كلام مهدي عاكف، طز في مصر، طز في مصر. ده وده شيء مزعج، لان احنا اتربينا وكبرنا على الوطنية وعلى هذا الكلام الخاص. يعني لما في عز الصراع العربي الإسرائيلي، انت من الجيل، وحكيت ده في بداية البرنامج، اللي هو شهد فترة التهجير، ووالدك الله يرحمه الأستاذ فتحي رزق كان يعني أحد الصحفيين البارزين في أخبار اليوم، وله باع في منطقة الإسماعيلية وما أشبه، وبالتالي إسماعيلية هي قلعة وصرح وطني عظيم، سواء في الكفاح ضد الإنجليز قبل الجلاء في 51 يعني، طبعا الضرب كان من 51، من قبل ثوره من قبل ثوره يوليو،
وبالتالي اللي زرع داخل المصريين من كرامة وطنية ودفاع عن هذه الأرض، وفي كل بيت تقريبا في شهيد طبعا. احنا مقدمين أكثر من 120 ألف شهيد في الحروب اللي دارت بيننا وبين العدو الإسرائيلي. ففي النهاية الناس دي ما قدرتش تستوعب هذا. أنا تاني هسألك، أنت في هذه الفترة مقارنة بما بالفترة التي تلتها اللي هو كان السنة بتاعت الرئيس عدلي منصور ثم فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تاريخه، منتهى الموضوعية. أنا الحقيقة مبكرا كتبت الكلام ده، أنا هقول اللي أنا كتبته، مش هقول بس انطباعي عشان أنا مش هتكلم بأثر رجل. أنا كتبت بعد مجلس الشعب، انتخاب مجلس الشعب الإخواني، هل يريد الإخوان الحكم أم التحكم؟ كتبت الاستحواذ. وبعد الانتخابات الرئاسية كتبت جملة اعتراضية في التاريخ الوطني، قلت الحكم الإخوان لن يزيد عن عام. والكلام ده كان بعد أن حنث الرئيس الأسبق محمد مرسي باليمين الذي أقسم عليه باحترام الوثيقة الدستورية، وراح منقلب وألغى وانقلب عليها وألغى حكم المحكمة الدستورية العليا، وأراد إعادة البرلمان المنحل بحكم مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، ده بعد 8 أيام من توليه منصبه. وقلت بالنص إن يعني توقعت إن هذا الحكم لن يستمر أكثر من عام، وإنه لن يعدو أن يكون جملة اعتراضية في تاريخ مصر العظيم. بعد كده كتبت كده وما أدراك ما الجيش إذا غضب، صح؟ لما أسأله كده ما كملتش. أنا مشيت على طول، أنا مشيت بعد هذا المقال كتبته يوم 6 أغسطس، مشيت يوم 8 أغسطس، منشدت الأخبار يوم 8 أغسطس قبل ما أمشي بساعات، كان في جنازة الشهداء اللي هم شهداء رفح، مسبحة رفح الله يرحمهم 17 شهيد، حضر الشعب وغاب الرئيس. وده اللي حصل، جنازة الشهداء والشعب هو اللي حضر والرئيس غاب. أنا ما افترتش عليه، ده خبر. الحقيقة مشينا يوم 8 أغسطس، رؤساء تحرير الصحف غير الإخوانيين، ولما رحت كنت رئيس تحرير الأخبار من قبل أسبوع، من ثورة 25 يناير لحد 8 أغسطس 2012. يوم 24 أغسطس رحت رئيس تحرير مصر اليوم، قاموا طبعا هم وحاولوا يضغطوا على المساهمين واصحاب الجرنان ان انا ما اروحش بشتى السبل حتى التضييق على مصالحهم. المهم انا كتبت على المشير والرئيس وصلات المودع عامة دارة في يوم 12 اغسطس ومحاولته احتواء الجيش والانقلاب عليه، ثم كتبت وما ادراك ما الجيش اذا غضب لما جاب الارهابيين قتلت الرئيس انور السادات ووطنهم في سيناء وحطهم على منصه الاحتفال بذكرى حرب اكتوبر اللي كان صاحب قرارها الرئيس الراحل انور السادات اللي هم قتلوه، وازاح قاده الجيش وابطاله بعيدا ولم يدعو احد من ابطال حرب اكتوبر، ولم تدع حرم الرئيس السادات ولا اي شيء ولا القاده الكبار اللي حضر. وبعدين بدأوا ان هم يطلقوا شائعات ان وزير الدفاع درج الاخواني وتابعنا، وان وبعد شويه لما ترد الحمد لله انهم كانوا متفقين كده، وبعد كده بدأوا يطلقوا شائعات او يجسوا نبض، هل ان 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 في موقف الجيش ده طبعا غير القياده، هيتشال وزير الدفاع اللي هو عبد الفتاح السيسي وهيتشال رئيس الاركان، وابتدوا يصطدموا بالجيش بعد صدامهم بالقضاء والاعلام وغير المؤسسات. وهسألك عن حقيقه ما قيل انه في الخطاب اللي هو كان يوم الاربعاء السابق على ثورة 30 يونيو كان في خطة، لانه الخطاب اللي القاه دكتور مرسي قال فيه انه كان بيقال انه هو سيطيح بالسيسي وبرؤساء القادة والافرع وان هم مجهزين البدائل، ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده لنستكمل هذا الحوار الشيق الذي يؤسس لهذا الإنجاز العظيم، مرورا بكل المرارات وبكل التحديات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة. فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيد.
مرة أخرى نعود إلى هذا اللقاء الخاص جدا مع الأستاذ ياسر ياسر رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، لكي نحتفل معا بهذا الإنجاز التاريخي، حفر قناة السويس الجديدة في عام وبدء تشغيلها. حتى أنا كنت في القناة مع الفريق مهاب مميش وسمعت قبطان اليخت سيناء وهو بيقول أنا الراجل الرئيس بتاعي رئيس اليخت، يعني بيقول احنا اللي علمنا العالم انه السنة المصرية اقل ب 11 يوم من السنة الميلادية، ان احنا سنتنا 354 يوم مش 365 يوم، وده لانه ابتدى التجريب فعلا وعبور السفن الثلاثة على في القناة الجديدة كان قبل 11 يوم من الميعاد اللي الرئيس قال ان شاء الله هتكون فيه مشابس مراكب. فايه دي خفة الدم المصرية؟ هو ده اللي احنا بناخده. انا الحقيقة لها جدوى اقتصادية وبنقول انها لحد 2030 هتحقق، هيصل العائد السنوي لمبلغ اضعاف المبلغ المتحقق الان بمليارات الدولارات. بنقول ان هذه الاضعاف ستتضاعف ايضا بعد انشاء مشروعات تنمية قناة السويس في من اول ميناء شرق بورسعيد لحد ميناء السخنة. لكن الحقيقة انا اللي يهمني هو المعنى، هو التفاف الشعب حول رئيس مخلص صاحب قرار وإرادة، رغبة الشعب في انه بيصنع تاريخ، قدرة الشعب على الانجاز. انت بتاخد مشروع القناة مع جدول اقتصادية وإنجازه في هذا التوقيت المختصر جدا والرقم القياسي في إنجاز مشروع بهذا الحجم، رقم القياسي العالمي، ده رسالة للعالم كله. نتذكر برلسكوني لما اتكلم على خروج المصريين في ثورة 25 يناير والمصريين من جديد يصنعون التاريخ كرئيس وزراء إيطاليا. نتذكر في 30 يونيو ماذا قال زعماء العالم المنصفين ومنهم رئيس وزراء المجر، شافوا نزول 30 مليون مصري. واحنا سمعنا قريب المستشارة أنجلا ميركل بتتكلم على 30 مليون اعترفوا، مش مجرد 2 و3 في 30 يونيو، على قدرة المصريين على تغيير الواقع وصنع تاريخ جديد. احنا هنشوف بإذن الله مع افتتاح القناة الصحافة العالمية اللي ابتدت تتكلم، ابتدت في تحول دراماتيكي. وده صحيح، ابتداء من الأسبوع الأخير ابتدينا نشوف أهم صحف العالم والمواقع الإخبارية بتتكلم على الإعجاز المصري وعلى قناة السويس وعلى تأثيرها في حركة التجارة العالمية، وده غير المواقف اللي كانت متاخدة عن ثورة 30 يونيو والنظام اللي ارتضى الشعب بعد ثورة 30 يونيو. الحقيقة عايزين نقول إن الشيء اللي موجود على الأرض هو اللي الناس بتشوفه، وإن إذا كانوا سموا أبواق الإخوان فانت تقدر زي المثل الشهير انك تخدع بعض الناس كل الوقت او كل الناس بعض الوقت، بس ما تقدرش تخدع كل الناس كل الوقت. وده اظن هيكون له مردود على اشياء كثيره جدا في نظره الاعلام الغربي. هيبتدي يشوف بالظبط الناس اللي عملوا كده، لو دي ناس مقهوره ما كانتش انجزت بكل هذا الحب وكل هذا الانتماء مشروع قناه السويس. احنا لما بنتكلم دلوقتي عن هذه القناة هي مجرد بداية وعلينا أن نواصل، هناك تطوير لمحور قناة السويس. النهاردة وزير التخطيط مخصص في الخطط 51 مليار جنيه مصري للبدء في تطوير محور قناة السويس. معلوماتك تاني وأنا بسأل العالم ببواطن الأمور. ببواطن الأمور على حاجة، إمتى ممكن نشوف بوادر المشروعات و الانجاز اللي هيتم عليها بحيث انه الناس تشوفها حقيقه بقى؟ خلاص، هو اول 900 متر رمل دول اللي ما بين القناه القديمه والجديده اللي هم دول المفروض يكونوا حياه جديده، فيهم مدينه الاسماعيليه الجديده، فيهم امور اخرى كثيره. فمتى؟ انا اظن مدينه الاسماعيليه الجديده هتبقى شرق القناه الجديده، يعني داخل سيناء. داخل سيناء، انما خلينا نقول المنطقه ديت اللي هي بتاعت الجزيره، لما تتحدد برضو اعتبارات الامن للقوم المصري نبقى نتكلم فيها. انا ما اظن ان اول مشروع هينطلق هو مشروع المدينه الصناعيه او المنطقه الصناعيه على مساحه 40 مليون كيلومتر مربع
عند ميناء شرق بورسعيد. المنطقة الصناعية هيبقى فيها مصانع بتسمى شرق التفريع. شرق التفريع هيبقى فيها مناطق لمختلف أنواع الصناعات الهندسية وصناعات السيارات وغيرها، تبقى قيمة مضافة توفر 400 ألف فرصة عمل. عندنا خطة تطوير المواني، لأن أنت بتاخد قناة السويس المزدوجة في إطار المواني اللي موجودة في المنطقة. هيتم تطوير ميناء بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء العريش، ثم جنوبا ميناء الأدبية في السويس، ميناء العين السخنة، وميناء الطور. وأظن دي من يعني شبكة من المواني في إطار منظومة النقل البحري أو فكرة النقل البحري، وأن قناة السويس مش مجرد ممر بتاخد أو بوابة رسوم الناس بتعدي وتاخد منها فلوس، لا، بتتحول حاجات كتير جدا لقيمة مضافة. تيجي نشوف بعد كده مناطق التخزين، مناطق اللوجستية، بالإضافة للمشروعات اللي هتظهر بعد كده في منطقة شمال غرب خليج السويس وشرق هذه المنطقة، وادي التكنولوجيا في إسماعيلية، في أيضا مناطق المزارع السمكية. يعني ناتج الحفر بتاع قناة السويس ألقي في الجزيرة الوسطى وبعض مناطق تانية. الكركات لما بتشيل بتنقل الرمل، اتعملت أكثر من 2000 حوض ترسيب، منهم أكثر من 438 مزرعة سمكية جاهزة، وهيعلن عنها إن شاء الله في غضون الاحتفال. بنتكلم على أنت بتوفر هنا كمان الطعام للمصريين بأسعار رخيصة وبوفرة إن شاء الله، ونوعيات جيدة جدا من الأسماك، وبعيد عن المصارف، مش أسماك على مصارف ولا على نهايات ترع في مياه ملوثة، لا، دي مياه نظيفة، هي مياه قناة السويس. وإحنا عارفين أن الأسماك البحرية أعلى جودة من الأسماك النهرية أو الأسماك النيلية. والله يعني هي وجهة نظر كل سواحلية وأنا موافق عليها، مش معترض على الحقيقة، لأن التغذية التغذية مختلفة والتلوث طبعا، فريش ووتر طبعا، المياه المتجددة موجودة طول الوقت، وبالتالي بالتأكيد بتؤثر حتى على مذاق فربنا يسهل إن شاء الله. يعني هو خير كتير جاي. الناس عايزة أنقل معاك على الصحافة بقى في جعبة أخبار اليوم بإصداراتها كدار لهذه المناسبة، ماذا تنوي أخبار اليوم؟ عندنا ملاحق بدأناها يوم السبت بملحق أخبار اليوم، 22 صفحة عن هذا المشروع الهائل، وبعدين ملحقين في جريدة الأخبار، وإن شاء الله بعد اللي افتح يبقى فيه ملحق رابع لأخبار اليوم، بالإضافة لأعداد خاصة في آخر ساعة وأخبار النجوم وغيرها من إصدارات دار أخبار اليوم. المتابعة المستمرة والأعداد الخاصة في الأخبار المسائي وفي جريدة الأخبار اليومية. عندنا أيضا كتاب اليوم في عدد خاص، كتاب خاص عن قناة السويس. عندنا بنتمنى إن شاء الله مع أخبار اليوم إنه يبقى فيه سي دي للأغاني الجديدة للقناة. هو فيه أغاني جديدة؟ فيه. هو في إنجاز يا أستاذ ياسر زي الحاجات اللي إحنا لسه عايشين عليها النهاردة؟ أنا الحقيقة سمعت إحنا لحد يمكن أواخر السبعينات مع العظماء عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وطبعا فرقة ثلاثي المرح والمجاميع الغنائية العظيمة اللي كونت وطلعت أغاني وبسم الله الله أكبر بسم الله، وكل أغاني العبور وأغاني القناة مع 75 يا سيدي في إعادة افتتاح اللي هو كان تاريخ 5 يونيو 75، إعادة افتتاح قناة السويس بعد انتهاء المركبة الحرب. عدت عبد الحليم المركبة عدت، المركبة عدت، وعندك بحرية، كل الشغل القديم اللي اتعمل ده انت شايف انه مستوى فنيا الناس بقت بتلهم بالاحداث الوطنية بجد وحقيقة، بتنتج انتاجا طيبا. احنا شعب غاوي شجن وغاوي حزن، فبنبدع في الاحزان وفي الايام الصعبة شديدة الصعوبة اكتر من الافراح. يمكن نتذكر ان في الافراح في السد العالي، بس السد العالي خد فترات طويلة، وابرزها اغنية عبد الحليم حافظ حكاية شعب. انا ما بدافعش عن الفن المصري، احنا عندنا طبعا مبدعين، عندنا شعراء وعندنا ملحنين وعندنا مطربين، بس مش بنفس اللي كانوا موجودين قبل كده، مش ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وحتى المطربين وشادية ونجاة والعرب فايزة احمد وفريد الاطرش وغيرهم، ووردة ونجاح سلام وغيره، الفايدة كامل المصرية.
ما عندناش نفس القدرة وما عندناش رياض الصنباطي وعبد الوهاب بالتأكيد مهما كان مع احترامنا، وما عندناش الأصوات وما عندناش عبد الحليم حافظ طبعا وبليغ ما عندناش موزع زي علي اسماعيل كمال الطويل يعني. انما خلينا نقول ان احنا كنا في حالة قلق، مفيش حالة استقرار من يوم 25 يناير. طبعا ما حدش مين اللي كان هيغني في فترة الجمود، كانت اغاني بالامر و 30 سنة الناس بتطلع في اوبريتات في مناسبات وطنية تكتب على العجل وتنسى فور انصرافك من الحفل باستثناءات بسيطة عشان الواحد يبقى برضو منصف بعض الاغاني صح. لكن عايز اقول لحضرتك مش دلوقتي، طب حد غنى لطبا تحرير اخر حبه رمل مصريه كان في يعني ابتدت الدنيا 25 يناير ثم حكم الاخوان ثم ثوره 30 يونيو. سمعنا اغنيتين في اغنيه بشرة خير مثلا سمعت جامد مع الناس، ايقاعها والايقاع المبهج بتاعها مع الحاله نفسها حاله الناس في الشوارع فمشت معاهم، وتسلم الايادي قبليها مباشره قبل بشرة خير كان في حاله، والناس لحد دلوقتي بيتغني الاثنين. انما خلينا نقول ممكن يبقى في اغاني كويس، انا اسعدني الحظ اني سمعت اغنيه منهم في جاي اقول عليها يعني، انا اظن انها ليه انا عجبتني عالبكة تاليف سمعتها بصوت عمرو مصطفى هو الملحن وهي كلمات ايمن بهجت قمر وكان متالق، وهتطلع بصوت عمرو مصطفى ولا بصوت مطرب؟ بصوت نانسي عجر. نانسي مطربه لطيفه وكده، كنت اتمنى مثلا عمرو دياب الحقيقه كان يمشي مع صوت عمرو دياب جدا الاغنيه. مش عارف انا راي عمرو دياب. شوف لي بقى الحفل الفني هيكون فيه ايه؟ الحفل الفني هيبقى فيه جزء يمكن اكتر من 40 دقيقه الفنان عمر خيرت هيبتدي في تحيه مصريه حاجة جديدة في حاجات فيها جديدة في التحية المصرية يمكن سمعناها قبل كده بروح جديدة بوطنيات هيعزفها بحاجات يعني عمر خيرت طبعا وبعدين عايز اقول انها شيء راقي مع يعني لما تقدم نفسك للعالم بتقدم حد عمر خيرت ثم ثم في الكورال في اغاني وطنيه من اللي احنا حبيناها وعشناها، في امل ماهر هتغني اغنيه جديده انا ما سمعتهاش لسه للاسف اسمها يا مصر، ثم في اغنيه اسمها اجيال، ده الحفل تقريبا. الاغنيه بتاعت نانسي عجر مش هتبقى في الحفل، الناس هتشوفها في التلفزيون واظنها بايقاعها بالموسيقى بتاعتها بكلمات اوبرا عايده المشهد الاخير اللي هو مشهد النصر. مشهد النصر من اوبرا عايده زي ما يوم فلاديمير بوتين لما كان موجود بالظبط كده. وهتلاعب برضو كل ده مصري؟ لا مصري في لا في مطربين في الاوبرا لا في في من بره في اصوات طبعا كويس جدا. يسبق ذلك بقى الحفل الصباحي اعتبارا من الحفل الصباحي خلينا نقول الاستعداد ابتداء من الساعه 1 هيوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ظهر اليخت المحروسه اللي هو اليخت الحريه المحروسه ده اليخت اللي خد اخر ملوك مصر وخرج بيه اللي هو كان الملك فاروق وكان معاه ابنه احمد فؤاد كان هو الملك الفعلي بعد ما تنازل فاروق لاحمد فؤاد. مدعو احمد فؤاد؟ لا مش مدعو احمد فؤاد. وليه يدعى احمد فؤاد؟ انا ده اللي سمعناه وانا تاكدت من مصدر رفيع المستوى انه لم يدعى. يدعى ليه احمد فؤاد؟ يدعى حفيد الذي يعني قام باعمال صخره وتجميع المصريين عنوة لحفر قناة السويس ويعطي الامتياز لبريطانيا 99 سنة ويستدين لحفر القناة ويضع الاقتصاد المصري تحت الوصاية الثنائية والإدارة الثنائية لبريطانيا وفرنسا، مع احترامي لإنجازات الخديوي إسماعيل في بعض المسائل وإنه في نوع من تحديث مصر، بس خلينا نقول علاقته بالمصريين. أنا عايز إيه الرسالة اللي أوصلها؟ إن أنا بنقلب على ثلاث ثورات، ثورة يوليو وثورة طب ما نجيب بقى ناس تانية. طب ما نقلبش ولكن أنت بس بتقول لحد أنا يعني حسب ما فهمتها لما سمعت أنا سمعت الكلام ده إنه أنت بتجيب اللي حفرها بالصخرة وبتفرجوا إنها ممكن تتحفر بالحب،
ده درس انت يعني، يعني وجهة النظر دي يمكن هي اللي. طب انا عايز اوصل للناس، عايز اوصل لهم ان خلاص ثورة 23 يوليو قفلناها. لا ما قفلناهاش، احنا ما قفلناش ثورة 23 يوليو بالتأكيد. لا ولا احنا كل اللي عايشين عايز هو مؤسس على عايز اجيب يوليو. عايز اجيب واحد ما زال يدعي انه ملك مصر، ما قالش ابدا انه الملك السابق ملك مصر، ملك احمد فؤاد الثاني، ورقه كلامه. انا مش ضده كمواطن مصري ويجي يعيش في مصر، دي بلده وتولد فيها، وهو لم يفسد ولا اي شيء ولا تزر وزيره وزر اخرى، وخرج من مصر وهو رضيع ومصري. يعني ابوه ولد في مصر وامه مصريه، شابه مصريه ومش من اسره محمد علي، من حقه ان يعيش في بلده، ومن حقه ان يجي ويعامل بالاحترام والتقدير ليه كأي مصري. انما الحقيقه اوصل بقى ان انا يبقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا اظن ان اللي يسعد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبقى حواليه ناس من العمال اللي حفروا، حواليه ناس من الشباب اللي القناه دي معموله ليهم، حواليه ناس من البسطاء من كل المحافظات. ان كان هذا يصح ام لا؟ مين اللي جايين طيب عايزين نقول للناس؟ من رؤساء العالم لحد دلوقتي اللي اكد حضوره 20 من الملوك والرؤساء، بالاضافه لرؤساء وفود على اعلى مستوى. يعني مثلا غير ال 20 ملك ورئيس، منهم طبعا ممكن نبقى عارفين ان عدد كبير من الملوك والرؤساء العرب، عارفين ان رئيس فرنسا الرئيس فرانسوا، رئيس اولاند، عندنا رؤساء افارقه، عندنا رؤساء اوروبيين زي رئيسة كرواتيا، عندنا مسؤولين على اعلى مستوى من اسبانيا وايطاليا، بريطانيا وزير الدفاع البريطاني، روسيا ظروف الرئيس بوتين، جاي ميدفيديف رئيس الوزراء والرئيس السابق، هو رئيس السابق، فهنا حضور، وجاي وفد من الكونجرس الامريكي، جاي من الزعماء العرب عدد كبير جدا، الدول اللي رؤسائها عندهم ظروف صحية معينة، منهم الجزائر وسلطنة عمان. هو الرجل الموجود الآن على الأرض طبعا عبد الملك السلال، هو المنوط به الأمور الآن نظرا للظروف الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أنا أعتقد أن ربما رئيس مجلس رئيس البرلمان الجزائري أظن، لو أنا متذكر يعني. إنما في جاي عدد ضخم من رؤساء الوفود وممثلي رؤساء دول العالم، يعني أنا بتكلم على الملوك والرؤساء فقط. فالعدد ده الحقيقة هو جهد هيبقى صعب جدا في اليوم ده، وإن شاء الله يعني يمر على خير إن شاء الله. وأنا أظن مصر قادرة على أن تنظيم احتفالات بحجم قناة السويس، وهي نظمت مؤتمرات دولية حضر فيها حشود ضخمة من خلال دول العالم. انما في الاحتفاليه وفي النقل وفي الكلام ده الرئيس، هو طبعا التحدي الرئيسي وجود الحرب على الارهاب والاصرار على اقامه حفل افتتاح القناه بالكامل على ضفاف القناه، هو في رساله واضحه للقدره بتاعه الجيش المصري وامكاناته في السيطره على الامور، وان شاء الله ربنا هيتمها بخير باذن الله. ربنا معانا ومؤيدنا، لانه احنا ما بنسعاش غير للخير، احنا بنترقب المقربين والارهابيين، فربنا سبحانه وتعالى ربنا يتولاهم ويعني يلهم الرجال على قوم يفقهون ان كانوا قومنا يعني. من الحاجات المميزه في الاحتفال ان شاء الله بنترقب كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا الوثيقه اللي هيوقعها بتشغيل قناه السويس. هو وقع وثيقه ببدء الحفر هيوقع وثيقه بالاذان بالبدء التشغيل قناة السويس إن شاء الله بإذن الله. أنا يعني عايز تختم بيه؟ عايز أختم أقول الحمد لله، وعايز أقول إن خلينا شعب وقيادة ننتهز قوة الدفع، وإحنا في ذروة الشعور بالعزة والكرامة والثقة بالنفس، إن إحنا ننطلق انطلاقات أخرى بخطى أوسع، زي الرئيس ما بيقول واحنا حاسين ضاع علينا وقت كتير جدا، ضاع علينا أكتر من 40 سنة. إن شاء الله في الفترة الأولى من رئيس عبد الفتاح السيسي، الإرادة السياسية طبعا في طموح، في رغبة وقرار وشجاعة
توازيها موارد، وان شاء الله رب العالمين احنا هنروح في مناطق افضل. بس كمان في ايمان بالشعب، ايوه، من طرف القياده يجب على الشعب بقى ان يؤيد القياده بالعمل، فلا يقول لها فلا يقولون لها ايه، اذهب انت وربك فقاتلا. نعم، انه عمرنا ما كنا قاعدون. طيب ان شاء الله رب العالمين ربنا ييسر لنا الحال، ما كنا قاعدين بقى عشان العرب بقى. وكل سنه وانت طيب، والف الف مبروك استاذ ياسر، وان شاء الله نشوف كمان مشروعات اخرى ونحتفل فيها مع بعض في فتره، لان احنا جيل شاف كتير، احنا شفناش حاجه حلوه، لا جيل شاف كتير كتير قوي حروب، ويمكن احلى حاجه شفناها في حياتنا كانت انتصار 1973، ولحد الان احنا عايشين عليه، هو ده. ف 30 يونيو طبعا انا بتكلم سو يعني دي لحظات فوق عمرنا، بس ان شاء الله باذن الله تبقى باذن الله. استاذ ياسر رزق بشكرك، شكرا. انا بشكرك يا استاذ عمرو، وانا بشكركم مشاهدينا على هذه المتابعه، وتصبحوا على خير.